cooking some lunch, yeah. 'Cause I got a hunch, girl. رمضان كريم وتحية يوميا لكل المشاهدين من كارفور سيتي سنتر الحزمية. منطلع عليكم هالمكان الرائع جدا الفسيح للي نحن فينا نعمل فيه شوبينج يعني ونحس حالنا مش زهقانين. 4000 متر طبعين، كل شيء منلاقي من أسماك أجبان لحوم خضار معلبات ملبوسات إلكترونيات ألعاب أدوات منزلية وإشياء غيرها وغيرها. فعلا بكارفور أسعار مدروسة، وطبعا رح نشوف المكونات الطبق الأول ونعود معكم. مكونات شوربة البروكلي، كرات عدد واحد، كرافس عدد واحد، حبة كبيرة بروكلي، نصف لتر كريم سائل، لتر مرقة الدجاج، أوريغانو رشي، ملح حسب الرغبة، وفلفل حسب الرغبة. طبعا مشاهدينا الشوربة كتير مهمة، ونحن عم نعطيكم أصناف عديدة يوميا، تقريبا يوميا شوربة، حتى تاخذوا فكرة وتستعملوا شوربة الفريش الطازة. يعني فعلا اليمامة اللي بترفقنا يوميا معنا، ضيفتنا اللي بتنور مواعيد رمضان وكل السنة. عندنا معجون الطماطم، خل الأبيض، خل العنب، دبس الرمان الشهي الطيب، خل التفاح، شراب الجلاب، المورد والمزهر، والصويا، وخل البلزميك وغيره وغيره. فعلا اليمامة بترفع الراس، وهي نحن بكل فخر موجودة بأطباقنا يوميا. وزيت غندور كمان، زيت غندور بأصنافه الأربعة، الكانولا، الذرة، دوار الشمس، والصويا، خالي من الكوليسترول، مدعم بالفيتامين إي، طعم ولون طبيعي، مثالي للقلي أكثر من مرة. وأكيد إذا في حال كنتوا حاملين الجالون الغندور بيدكم، عليكم إلا المعلومات الموجودة خلف الجالون بس حتى تعطيكم الثقة وتشوفوا قديش في أشياء مهمة. وطبعا كل نوع لشو بيستعمل، حتى إذا كانت ست البيت بالماركت هيدا لشو هيدا لشو، تبرم وتقرأ بتجيب حاجتها والمطلوب منها. اليوم نحن رح نباشر بطبق شوربة البروكولي اللي هي طبعا الكرات والكرافس اللي دايما أساسي بطعم الشوربة. وفرم هون نحن منجهز، بدنا نحط طنجة على النار، وأكيد الكرات والكرافس. فرم مش ضروري كتير ناعم، لأنه نحن رح نرجع نطحن الشوربة بالآخر بواسطة الخلاط اليدوي أو الهاند بلندر. هون نحن الكرات والكرافس، أنا رح أضيف هون زيت غندور، ذرة، بيعطينا لون مثالي وقرشة طيبة وطعم طيب لهالشوربة الشهية، وزيت دوار شمس مناسب للطبخ. هون نحن ضفنا الكرات والكرافس، وتحريك مستمر. في عنا هون نحن البروكولي، مشاهدينا البروكولي هي مثل الأرنبيط ولكن بيجي لون أخضر صحي جدا، فينا نجيبه مجلد فينا نجيبه طازة. نحن رح نحطه مع المزيج يعني مع الكرات والكرافس، ونضيف عليه مرقة الدجاج، ومن بعد ما يغلي مع الملح والفلفل نضيف له الكريم السائل. ليش الكريمة؟ الكريمة بتعطي الشوربة دائما مذاق رائع. طبعا في شوربات برحلة حامض وفي شوربات برحلة كريمنا، يعني هذه كلها شوربات شهية موجودة بأوروبا بالعالم أجمع بالأوتيلات الفخمة والمطاعم الفخمة. دائما استفيدوا من هالطعم الطيب حتى تعملوها ببيوتكم، ومبدئيا سعرها مقبول ومنا غالي. هون الملح والفلفل، طبعا البروكلي وقت يستوي ملي انه صار هيك مستوي، ف مجرد ما نشوف الحبه كبيره هلا رح نشوفها بعد شوي كيف دابت الحبه.
هون لكن الكرات والكرابس والبروكولي، وطبعا عم ضيف انا مرقة الدجاج هون، لكن احنا مرقة الدجاج بتعطي نكهة طيبة ومميزة هون، لكن احنا الكرات والكرابس والبروكولي ومرقة الدجاج والملح والفلفل. شفتوا كيف الشوربة صارت جاهزة بأقل من 3 دقائق، طريقة سهلة وسريعة. أنا وسهلا رمضان كريم، يا هلا. والطبق الأول بده يغلي، بس يغلي رح نضيف له الكريمة ونرجع نطحن بواسطة هاند بلندر. خلينا نشوف الطبق الثاني. الطبق الثاني اللي هو طبق شهي جدا، وأكيد لمحبين الزيتون والزعتر مع الدجاج رح نشوف كمان وصفة جديدة والرز الأبيض. خلينا نشوف الوصفة ونعود معكم. مكونات الدجاج مع الزيتون: صدر دجاج عدد 2، بصل عدد 3، حص ثوم عدد 4، ربع باقة كزبرة خضراء، ربع كوب زيت زيتون، زيتون أسود مفقع حسب الحاجة، نصف لتر بندورة مطحونة، ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة، ربع كوب عصير حامض، ملح حسب الرغبة، وفلفل حسب الرغبة. كمان طبق شهي، هلا نحن فينا نزيد له زعتر أخضر. ايه، وأكيد نحن رح نضيف البصل هون، رح نحمي بصل. أنا هون رح أفرم البصل إلى جوانح، دايما بننتبه على أصابعنا هون، لكن نحن عنا البصل بدنا نفرمه لجوانح رفيعة. طريقة سهلة وسريعة، ما بدها شيء، فرم كثير سهل مشاهدينا. هون بيكون السكين طيب ومسنون، وبننتبه دائما على أصابعنا. وهيك صار عنا البصل جاهز. أنا هون رح ضيف كمان زيت الذرة من غندور اللي بيعطي لون اشقرار رائع وطعمة مميزة، المدعم بالفيتامين اي والخالي من الكوليسترول. يعني اهم شيء يكون خالي من الكوليسترول. زيوت غندور، دوار الشمس، كانولا، الذرة والصويا، فعلا شيء بيرفع الراس. هون نحن الثوم المفروم كمان، مش معقول يعني اليوم اذا بتلاحظوا البصل والثوم قديش نستعمله يوميا. نستعمل يوميا الثوم حتى يعطينا نكهه طيبه، يعني من غير الثوم من غير بصل كيف كان رح يطلع الاكل او الكرات او الكرابس، مواد عطريه اساسيه. والكزبره كمان، قديش مهم الكزبره مشاهدينا، كثير مهم الكزبره، نستعملها بأطباقنا اليومية. حتى كمان أنا بنصحكم تستعملوا الكزبرة مع السلطة، هي خضرة كتير بتطلع طعمتها طيبة. أنا كتير عم بعمل عزايم وكتير عالم عم بحبوا السلطات اللي فيها كزبرة خضرة نية، تعطي طعم طيب كتير إذا حطيتوها مع السلطة ككزبرة خضرة، تعطي طعم طيبة، يعني بتضاهي طعمة النعناع وبتضاهي طعمة البقدونس. كمان أنا رح زيد الزعتر أخضر. شو في عنا عشاء فينا نستعملها؟ شو في عنا منكهات فينا نستعملها؟ وكمان هون أنا رح زيد الزعتر الأخضر كمان. رح ننتقل
لصدر الدجاج هون رح نقطعهم لراس عصفور هيك كمان ما بتعذبنا نوسخ حالنا. الدجاج مقطع جاهز من دون عظم من دون جلد صحي كمان نكهة طيبة مع زيت الغندور. يا سلام الدجاج وما في أطيب من الدجاج هون. لكن نحن تحريك الدجاج البصل والثوم والكزبرة والزعتر الأخضر اللي بضيف له إكسترا وصدر الدجاج تحريك. خلي هالمزيج كمان. أنا هون رح أضيف زنجبيل زنجبيل بودرة ممكن طازة الملح والفلفل كمان إذا بتحبوا شوية أوريغانو مش غلط. كلها منكهات ومطيبات للأكلة حطوها حقها للطبخة إن كان بالتتبيل إن كان بالتحمير وإن كان بالسلق تطلع نكهتها مميزة. وهذا الطبق أكيد بيتقدم معه رز أبيض بسمتي أو مصري أو إيطالي أو حبة طويلة أمريكاني. وطبعا كان نحن بعد الزيتون وبندورة هون لكن رح نضيف الزيتون وعندنا هون البندورة مطحونة أكيد بالآخر نضيف لها شوية عصير حامون تيعطي هيك الحموضة الطيبة بهالطبق الشهي. دائما إذا لقيتوا شوية صلصة سميكة أو البندورة سميكة شوية مي دائما عيشوا مع الطبخة. المي بفرفح الطبخة بيعطيها حياة. إذا حسيناها هيك شوية متماسكة على بعضها البعض بس نضيف مي بتحسوا فعلا الحياة رجعت للطبخة اللي بدنا إياها. بهالوقت مشاهدينا رح نروح لفاصل وبعد الفاصل سنواصل معكم انتظرونا. وعودة من بعد الفاصل مشاهدينا وطبعا أطباقنا اليوم على النار عم جهزها لموعد الإفطار. طبعا شوربة البروكولي الكرات والكرافس والبروكولي مرق الدجاج مع الملح والفلفل وأكيد رح نضيف لها الكريمة. هون نحن مثل ما شايفين عم تغلي بنتأكد إنه البروكولي صار مستوي. هو مبدئيا لاحظنا بس نحط الملعقة إنه صار البروكولي طري. هو حساس كثير البروكولي مبدئيا نحن اذا ما نسلقه ما نخليه حبه جامده بده يكون في عنا دائما الثلج والماء ونسلقها بوقت محدود. هون لكن عنا الكريمه ضفنا الكريمه. يا سلام بلش اللون الاخضر يسيطر على اللون الابيض اضافه قليل من الملح لانه الكريمه هون تحريك مستمر. وكمان نحن بهالوقت رح ننتقل للطبق الثالث مشاهدينا لانه الشوربه صارت شبه جاهزه والدجاج كمان صار جاهز. بيض مع النقانق. مكونات بيض مع النقانق. بيض عدد 4 ربع كيلو نقانق. خبز باندومي محمص عدد 3 خس ملون للزينه. خضار مشكلة للزينة. ملح حسب الرغبة وفلفل حسب الرغبة. طبعا نحن هيكون عندنا صحن وفي عندنا مقلاة الجريل هون رح نشتغل هلا على مراحل البيض اللي هو من اطيب انواع البيض مع المقانق. يعني وقت نحن بنقول النقانق وقت نقول نحن نقانق طبعا هون الشوربه خليها تغلي مزبوط. عندنا هون نحن البيض والخبز بدنا نحمصهم شوي نستعمل دائما مقلاة الجريل. تاخذهم
أزبط نشيلهم طرافهم. الأفضل دائما كل شيء توست ينتزع منه طرافه. أنا هون رح أضيف شوية مي، دائما شوفوا كيف أنا ضيف مي للطبخة، بعيش معها للطبخة مشاهدينا على النظر حتى ما تطلع كتير سميك، هيك نرجع منحيها للطبخة بالمي حتى تعطينا الطعم والمذاق الرائع المطلوب. هون تحريك بكافة، حسب إذا بدنا نزيد مي ممكن، إذا في مي سخنة بيكون عنا أسرع، وإذا توجد مي مسقعة ما بيصير لأنه الطبق بيكون طاجة كمية سخنة فدغري المي بتستوعب السخونة. هون نحن خس ملون للبيض كمان كل شيء، الخضرة كتير مهمة، يعني شو ما أكلنا إذا كان في عم ناكل يخني، عم ناكل سلطة، عم ناكل ساندويش، كتير مهم إنه دائما يكون في عنا خس بإيدنا مشاهدينا. الأول شيء صحيا وطعمي وكتير بتسهل كتير أشغالها للخس بجسمنا، وشكله حلو الخس وصحي سبحان الله، كل شيء صحي لازم نقربه لجسمنا. وهون كمان احنا عنا البيض، هذا الطبق الثاني صار جاهز، صار فينا نسكبه دجاج لانه دغري بيستوي خاصة اذا كان صدر من دون عظم. يعني اليوم ست البيت اذا بدها تعجل شوي بالطبخة، هون ننتبه بس نحط الكريمة كمان بتفور مثل الحليب، دايما ننتبه احسن ما نعمل شغل اضافي لست البيت، خلي الست دايما مركزة على كل شيء. هون لاحظنا الدجاج بنكهة الزيتون والزعتر، غير شكل اضافات عديدة، الزيتون شو بيعطي طعمة طيبة فعلا مشاهدينا مع الرز. يعني اليوم حنستمتع بطبق شهي جدا. اهلا اهلا، رمضان كريم، بونجور، يا هلا يا هلا، بونجور، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، رمضان كريم، اهلا وسهلا بكم. وطبعا اطباقنا اليوم شهيه مشاهدينا، الدجاج مع المنكهات المميزه جدا والرز الابيض. رح ننتقل هلا كمان للشوربه اللي بلشت تغلي، يعني شفتوا كيف اصنافنا سريعه ما بدها وقت كثير مشاهدينا. الهاند بلندر هون بدنا نطحن البروكولي، نطحنها بتروي، شفتوا كيف هلا بدها تصير اللون الاخضر، اللون الاخضر نطحنها بهالطريقه. البروكولي صب على فوقها كثير طعمتها طيبه مشاهدينا ومغذيه. يعني اليوم هالاطباق جربوها ببيوتكم مشاهدينا، حسوا حالكم انه فعلا اطباق بتكونوا فرحين ومبسوطين عند تناولها. والمدعوين اذا كنتوا عازمين ناس عندكم على الافطار رح يقولوا لكم فعلا شكرا، ما تخبرون انه تعلمتوه من ولا اطيب. هل هالشيء لكم هون، هون مثل ما لاحظنا البروكولي، يا سلام صارت جاهزه، اللون الاخضر وكاسه، اكيد كاسه تنسكبها هون. الشوربه اذا ضلت عندكم فيكم تبردوها تحطوها بالبراد تستعملوها ثاني يوم ما بيأثر، او ثالث يوم حتى اذا في حد ضل كميه، ما تقولوا انه بس ليوم واحد، بتضاين اكثر من يوم. هل بروكلي سوب، اهلا وسهلا، رمضان كريم، يا هلا يا هلا، أطيب شوربة، يا سلام. هون دايما خلوا أطباقكم نظيفة، سبحان الله منظر الأكل هيك بمريح وقت يكون مرتب ونظيف. هون تحمصوا، عظيم. هون نحن بهالوقت بدنا اكيد نبلش نقلي المقانق او النقانق. هون لكن نحن رح نستعمل النقانق، هون بهالشكل نقطعهم
في طيب كتير ماني بيستحلي واحد ياكل هيك مرات ينوع شوي بالاكل. بنحمي المقلات هون تحمصنا الخبز تاعتي قرشي هون شوية زيت طبعا أكيد زيت دوار الشمس من غندور هون هالفتحة المميزة تتحافظ على الزيت ونأكد انه الزيت بضل لفترة طويلة زيت غندور مع دوار الشمس هون اكيد نحن عنا النقانق نتفة صغيرة تستوي أسرع وبتصير تغزو معنا أحسن بالمقلي هون لاحظنا كيف المقانق بهالوقت المقانق عم ياخذوا لون خلينا نشوف الطبق الرابع من شو مؤلف وشو هو طبق الحلو اليوم اللي هو سهل سريع لذيذ طيب ومغذي خلينا نشوف المكونات كرات التمر مع السمسم والطحينة معجون التمر حسب الحاجة كوب طحينة سمسم محمص حسب الحاجة وبده محمص للزينة فعلا مشاهدينا التمر دائما لازم يكون طري نحن زدنا له هون شوية زبدة دائما بس تشوفوها الطراوي يعني هون وقت منلاحظ كرات التمر سهلة فبنكون احنا ضفنا لها شوية زبدة بتعطيها طعمة أطيب وفيكم كمان تحطوا لها شوية محلب للي هي بتعطيها طعمة طيبة للتمر وممكن كمان نحط لها زيت طبعا زيت الصويا من غندور فينا كمان نستفيد من غندور للي بده يكون صحي طبق صحي نستعمل غندور صحي واكيد مشاهدين احنا رح نروح لفاصل وبعد الفاصل رح نكفي معكم دغري معكم هالاطباق الشهيه وعودة من بعض الفاصل مشاهدينا ودائما مع اطباقنا الشهي اليوم شوربة البروكولي الدجاج مع الزيتون ونحن ضفنا له كمان الزعتر الاخضر بيعطي طعمة طيبة الدجاج مع الزيتون بيعطي نكهة كثير طيبة ومميزة الرز الابيض طبعا بيترافق منا مع اطباقنا اليومية والنقانق نقانق اللي طبعا عم ندبلهم على النار فوالا هون كمان نحن النكهة بنخفف نحن شوية زيت طبعا ودهن بهالطريقة صار عنا حبة نقانق أخذي لون مزبوط وأكيد رح نضيف أهلا وسهلا مدام رمضان كريم رح نضيف البيض بيض الدجاج طازج دائما هالمنتوجات من كارفور للي شو ما بدنا منلاقي أشياء مهمة كتير بكارفور بضاعة ونوعية ممتازة جدا يا سلام بيض مقلي بس تسمع صوته هيك بشهي فكيف إذا كان مع هالمزيج هون لكن البيض نار خفيفة وطبعا نحن هون رح نباشر أكيد البيض موجود طبعا البيض بالبيض الابيض والبيض الاسمر هون اكيد في عندنا التمر تمر رح نصف التمرات يعني اليوم بنكهه مميزه
مع نكهه البندق ست البيت ما عندها شيء حلو. صدقوني انه هون يوم وقت بيكون في عندنا هالاشياء الحلوه من الحلويات السريعه للي بنحتار مرات شو بدنا نعمل، فهي بتقوم بالواجب. هون عندنا نحن البندق على كل حبه تمر بندق، هون حبه سريعه حيكون في قرقشه وطعمه التمر طيبه. هون بنضيف الحبوب المحمصة، وهون من ثم الطحينة الطيبة، وأكيد السمسم، يعني صار فينا ناكلها بالملعقة نتلذذ بقرشة البندق، شيء طيب كتير. طبعا طبق سريع جدا للي مش ملحق يعمل حلو استفيدوا. طبعا التمر لازم يؤكل ويتلذذ حتى نكهته شهية جدا. يا سلام، هون نحن رح نضيف غير شكل، غير شكل، طبق مميز. أطباق شهية اليوم مشاهدينا من الأطباق المميزة. طبعا اليماما اللي دايما بتزين لنا أطباقنا، فينا طبعا نضيف دبس الرمان على البيض يعطي طعم طيبة والنقانق. ما ننسى كمان الخل الأبيض والخل التفاح والخل العنب والخل البلسميك، دبس الرمان، شراب الجليب الشهي، ماء الزهر، ماء الورد، شراب الورد، صويا صوص، وكثير غيرها. يعني فعلا اليمامة موجودة على كل مائدة بترفع الراس، وخاصة برمضان وعلى مدار السنة. وطبعا زيوت غندول اللي موجودة معنا اليوم بأصنافها الأربعة: الذرة، الصويا، الكانولا، ودوار الشمس. طعمة رائعة وقرقشي ولون، وفعلا لانه ما بيعلى اكلك دائما مع غندور خالي من الكوليسترول، مدعمه بالفيتامين اي، وما شاء الله 161 سنه الى بالسوق. بسم الله نعم. زيت غندور دائما الافضل وصناعه وطنيه. طبعا شكرا لكارفور، شكرا لمتعه دائما لهالمكان الرائع جدا، ودائما متعه التسوق في هذا المكان الرائع. ما في خبركم نظافة ترتيب، يعني واحد فعلا بس يفوت على كارفور بيفتح قلبه، بحس حاله كأنه فايت على البيت، طالع من البيت وفايت على البيت. فبنصحكم دائما كل البضاعة طازة، نظافة ترتيب نظام، حتى استقبال الموظفين دائما بنشوفهم مبتسمين هالابتسامة الحلوة اللي فعلا ما بنشوفها بمكان. مشاهدينا شكرا لكم، افطار صحي وصحي، الى اللقاء بكرة بحلقة جديدة. You.